بعدنا طيبين. قول الله. شو بكي؟ شو بني؟ شو بني؟ يا عمي انت شو بك؟ انا شو بني؟ شو فيه؟ شو بعدك عم تعمل هون؟ ما قلت لك بدنا قنينة غاز؟ بعدك قاعد مبين. ايه شو؟ شو؟ لك صرت فايتي وظاهرة 10 مرات وبعدك قاعد، بدنا قنينة غاز، فهمت؟ ما بقاش في عنا غاز. ايه وشو شايفتيني عم بعمل بالله؟ شو عم تعمل؟ قاعد مش عم تعمل شيء. هاك لكن. هاك انت شايفة. ايه نعم. حطت لي 70 جريدة قدامك وعم تقرا 3-4 جرايد مع بعضهم. يا لطيف يا لطيف، شل لي هالجرايد بقى وقوم انهز اعمل لك شغلي، بدي سخن الاكل للولاد. انه شو عم بلعب انا يعني؟ لا مش عم تلعب. يا لكن. بس بدنا قنينة غاز عم بقول لك. صار لي من على بكره قايلت لك. انا نزلت شوي لعند الجيران ورجع قلت هلا بتكون رحت جبتها. تري بعدك قاعد، ليش بعدك ما نزلت جبتها؟ يا مرة فهمي. ولك فهمي، في مؤامرة كبيرة بالبلد. مؤامرة؟ ايه نعم، مؤامرة عم بتصير هون بالبلد. وين بعدك رايحة واخد الدنيا بالفوفاش؟ منيح، واذا في مؤامرة شو دخلنا بالمؤامرة نحنا؟ انت هلا انزل جيب قنينة الغاز للبيت. واذا في مؤامرة؟ كيف واذا في مؤامرة؟ لا والله غلطان كتير، مش واذا في مؤامرة، مش مفروض يكون في مؤامرة. ليش بده يكون في مؤامرة؟ طيب مش مفروض يكون في مؤامرة؟ إيه؟ بس هلأ في مؤامرة. إيه؟ وبعدين بدك تضلك قاعد مطبل لأنه في مؤامرة. هلأ أنت عم تحكي بالمؤامرة، بتعرفي شو هي هالمؤامرة ولا هيك حيالله حكينا يعني مؤامرة؟ لا صحيح. إيه؟ حيالله حكينا. إنه أنت بس يا أفلاطون عصرك وزمانك بتعرف حالك شو عم تحكي؟ اصلا هلأ شغلي أنت ما بتفهمي فيها، لشو عم تعطي فيها يعني؟ لا بقلك لا بقلك لا بالله، شو هي هالمؤامرة؟ اشرح لي اياها لانه انا ما بفهم. لمعلوماتك الخاصة. ايه؟ مؤامرة صهيونية امبريالية عالمية عربية. شو؟ نعم لكن شو فكرك قاعد عم بلعب انا؟ طيب قوم جيب هالقنينة الغاز هلا. ابعتي حدا جيبها انا مش فاضي عم بالليل. قليلي انه هلا انت شو رح تقدم وتأخر على هالمؤامرة يعني؟ انزل جيب هالقنينة الغاز خلصني. لا امبلا بقدم وبأخر، مين خبرك انه انا ما بقدم وبأخر؟ انت ما بتقدمي وبتاخري. ايه لانك بلا مخ والله. ايه في مؤامره طويله عريضه بالبلد عم بقول لك، وانت بعدك لحقتيني بقنينه الغاز. كانه يعني شيء هالقد مهمه هالقنينه الغاز؟ إيه اذا انت ما عندك غير قنينه الغاز. انا عندي اشياء تانية. يا عيني. إيه؟ عندك اشياء تانية؟ إيه؟ منك قاعد عفرت قعدك كل النهار. اول شيء انا مني قاعد. لا انا صامد، اذا كان ما معك خبر انا صامد. صامد؟ إيه نعم. شو هالحكي؟ انت صامد؟ انا شايفتك قاعد مش صامد. ايه صامد على القاعد. شو فيها؟ يمكن يكون قاعد، يمكن يكون واقف، يمكن يكون ملقح. حبيبي حر انا، بس المهم انا شو؟ ايه؟ انا صامد. حبيبي مش هيك بيصمدوا الناس، انت هلا مصمود مش صامد. شو لك معي انت هلا؟ عزاويك بدي اصمد انا؟ حلو هالشغله والله. انا بصمد مثل ما بدي، فهمتي ولا شو؟ طيب. انا بعرف حالي اذا صامد. طيب عظيم، صمود تقلا. ايه صامد. بدي شوف هلا بعد شوي بس يجي ترمي العشاء. إيه؟ وما في عشاء لانه بالغاز ما رح فيي سخن ولا حضر شيء. بدي شوف ساعتها كيف بدك تضلك صامد. ايه وايه شو فيها؟ وبضلني صامد. شو فيها؟ شو عم تفزعيني يعني؟ عمي لك الجريدة اليوم طلعت بعد الظهر، لك شو عنوانها؟ المؤامرة ونية. المؤامرة يا حي ريان. المؤامرة مستمرة. ايه شو بقى بدك اكثر من هيك؟ اكبر مؤامرة بالتاريخ هيدي. طيب يا رجال شو بدك تعمل اذا في مؤامرة؟ شو طالع بايدك تعمل؟ ما هي المؤامرة مش رح فيك تعرف مين عملها ومين عم يعملها لانها مؤامرة. مين قال لك ما في اعرف؟ من كشفت الوجوه كلها على المفضوح صارت. طالما انكشفت الوجوه وانفضحت انزل جيب قنينة الغاز ورجع. هيدي كلها لعبة كيسنجر من الاساس، ما انا صرت فاهمها مزبوط ولو. طيب يا رجال روق. يا اخو شليتي قليلي هذا كمان. بدي اعرف شو بده فينا. يا عمي نحن عم نتدخل بأموره شيء؟ لا. وشو دخلوا فينا هو؟ قليلي شو بدك تعمل؟ ولنحن العالم كله سوا ضدنا،
بشرفي انا بقول في اكتر من مؤامره، لانه مش معقول كل اللي عم بيصير مؤامره وحده. مش معقول. طيب في اكتر من مؤامره، 100 مؤامره فيه. شايف يا رجال شغله عويصه. لك شو عم تقولي لي؟ مطوعين من كل الجهات نحن. اذا طلعتي روح اطلع من هالشباك من هونيك، في عندك المنطقه الشرقيه عم تزت علينا يا عيني، واذا رحتي على المطبخ من هونيك في عندك سوريا بالجبل عم بتدب صواريخ علينا، وهلا من هالميله من عند الخزانه من هونيك صار في اسرائيل مبلش تفوت. مين وين بقي البحر؟ البحر الاسطول الامريكاني وكيسنجر بالبحر كلهم ضدنا، العالم كله ضدنا، محاصرين وبعدنا صامدين. والله بشرفي نحن مش هينين، عظيمين نحن. وانا رح ضل قاعد هون، رب ربك ما بيشيلني. بدي شوف انا هالمؤامره لوين بدها توصل، يا انا يا كيسنجر. مثل ما بدك. يعني رح ضل قاعد هون؟ هون بدي ضل قاعد. بدي روح. راحتك، بس ما في عشاء الليلة. وما يكون في عشاء، مش مهم. وإذا ما في عشاء ليه شوية بطاطا من قريبه هيك. ولك عشو بدي أقلي؟ كيف بدي أقلي؟ ما في غاز، خالص الغاز. أني البابور ليون على البابور. على البابور ما فيش كاز. ليش هو في كاز وأنا عم بقلك ما فيش كاز؟ لا ما فيش. شو عم بحكي؟ صار لي ساعة ما فيش لا كاز ولا غاز. لا ما فيش شي بالمرة. طيب وليش ما بتحكي؟ رسالة إلى فؤاد. فؤاد شاب استشهد وكان عم بيقاتل مع الكتائب والأحرار بالحدث، استشهد بعد 4 أشهر من بداية الأحداث. أكيد الرسالة رح توصل لكل الناس اللي بعدهم طيبين، ومش رح توصل لك لأنك متت طبعا، بس حابب ابعت لك رسالة لأنه في اشياء مهمة كتير كتير ولازم تعرفها، لازم تعرفها من شان الصدق والوفا للتاريخ، من شان الأمانة اللي حطيتها بالإيادات قبل ما تستشهد. وفي اشياء مهمة كتير لازم تعرفها، مش معقول مفروض تعرفها لانك انت استشهدت على اساس شيء معين، على اساس هدف حطولك اياه وفهموك شيء وحطولك هدف وانت استشهدت على اساسه. ومن شان الامانة لازم اقلك بعض الاشياء. اول شغلة بقلك اياها، انت بطل بشرفي، انت بطل. نحن ضدكن، نحن ضدك صحيح، بس انت بطل. تقلك ليش بطل؟ لانك مقتنع بشغلة واستشهدت كرمالها. يعني انت انسان اذا بتآمن بشغلة بتفديها بحياتك، وهيدي ما بيعملها الا البطل، وانت بطل. بس انت لانك طيب وما بتسأل ما سألت. قالوا لك شي الايادات وصار شي تاني بالمرة، انت متت بس ما عدت عرفت شو صار. صار اشياء كتير اكيد ما بتخطر عبالك، وانت وقت كنت بعدك عم تقاتل مثلا كان في قصة السيادة. واليوم يا فؤاد شو بدي خبرك؟ تخبرك عن السيادة. السيادة صارت مشي، صارت مش موجودة. السيادة صارت إشاعة وصارت من تراثنا، وتراثنا إشاعة كمان على فكرة. السيادة، السيادة اليوم صارت إذا واحد بيحكي عنها بيقولوا له هس بس شو عم تحكي هلا، بيضحكوا عليك العالم. السيادة ماتت بفضل اصرار ايادتك على السيادة. ماتت كيف انت ماتت؟ نفس الشيء السيادة. اول شيء ما كانوا يقبلوا غريب يا فؤاد يتدخل بامور لبنان، وخصوصا اذا عربي. وكان كميل شمعون وبيير جميل ضد سوريا لأنها عربية وغريبة.
بس متت انت صاروا مع المبادرة السورية وما عادوا يقبلوا إلا بالمبادرة السورية، ووصلوا لدرجة اتحالفوا هني سوريا ضدنا وقاتلوا مع بعضهم كمان. هلأ يمكن إذا أنت رجعت قمت تسألهم وتحسبهم على هالشغلة يمكن يقولوا لك إيه منتعاون نحن وسوريا ولو كانت غريبة وعربية، بس المهم إنها بتساعدنا تنخلص من الفلسطيني الغربة. أكيد هيك بدهم يقولوا لك. بس أنا كمان بقول لك بالوقت اللي كنت فيه أنت عم بتقاتل الصاعقة يا فؤاد كانوا هني مع الصاعقة. طيب إذا هني والصاعقة أصحاب لشو تقاتلها أنت؟ تتموت بس؟ بعدين وصلوا لدرجة قالوا لك بدنا نطرد الفلسطيني من لبنان، وبس متت أنت عملوا لجان الله مع الفلسطينية، لجنة تنسيق ولجنة رباعية ولجنة عليا، وعملوا وثيقة دستورية كمان، وثيقة بتعترف بحق الفلسطينيين انه بيبقوا بلبنان. والأضرب من هيدا كله اليوم الفلسطينية ما انطردوا من لبنان ورح يبقوا بلبنان، ورح تبقى اتفاقية القاهرة وقياداتك موافقة تماما على هالشغلة. واتفاقية القاهرة، لو بتعرف اتفاقية القاهرة، اتفاقية القاهرة رجعت مثل ما كانت، يعني ما تغير منها شيء، واصلا ما حدا كان مختلف عليها. واليوم قياداتك تحتالي تبرر عم بتقول نحن اللي كان بدنا اياها، يعني ليش بلشوا الحرب ما حدا بيعرف. بده يكون انه كان في سوء تفاهم، سوء تفاهم مش اكتر، وانت رحت ضحية هالسوء التفاهم. معقول؟ لانه غير هيك ما قلها تفسير. وما هيها اتفاقية القاهرة ما حدا مختلف عليها ورح تتطبق، رح تتطبق يا فؤاد صدقني، وياريتك موجود تتشوف بعينك. بس الحكي مش مثل الشوف. قالوا لك الفلسطينية بدهم يحتلوا لبنان، واليوم بينت للكل بكل بساطة الفلسطينية ما بدهم يحتلوا لبنان. يمكن انت تقلي ما قدروا، انا بقلك مش ما قدروا، اصلا ما بدهم تيقدروا او ما يقدروا. قالوا لك كمان من جملة ما قالوا لك عايام ما كنت طيب وكنت بعد فيهم يقلوا لك، قالوا لك الاحزاب اليسارية حاطة برنامج شيوعي لنسف النظام. وبس متت طلع مرة بشير الجميل وصرح قال نحن مع البرنامج الإصلاحي تبع الأحزاب اليسارية. طيب لشو استشهدت انت يا بي؟ شو عملوا اشيا بغيبتك يا بي؟ شو عملوا اشيا بغيبتك؟ مش معقول، مش معقول شو عملوا. يعني بشرفي اذا رجعت عشت، لو فيك تعيش بس وتجي تشوفهم كنت بتفتكرهم اعدائك. مش معقول تصدق انه هودي هني ذاتهم اللي حمسوك تا انت تقاتل وتموت. ولك مش قالوا لك انه نحنا مش عرب ونحنا ضد العرب؟ ايه طيب بغيبتك اتعاونوا مع كل العرب ضدنا، اتعاونوا مع السعودية ضدنا، ومش بس هيك رجعوا قبلوا تفوت الجيوش العربية على مناطقهم تعمل ردع. بس طبعا عملوا شوي اول شي شوية مناورات ورفضوا، اكيد هيدي لازم يعملوها تما تنقم عليهم الناس وتحتالي يصير موتك له معنى، تحتالي يقولوا انك ما متت عما شي. بس شو يعني، المهم رجعوا قبلوا. اصلا ما عاد فيهم يعملوا غير شي، لانه هني كمان بغيبتك انت مش عارف هني طالبوا انه البلدان العربية تتحمل مسؤولياتها وتاخد موقف من حرب لبنان ومن الفلسطينية، وهي هون العرب اجوا وفاتوا على مناطقهم واضطروا يوافقوا. يا لطيف يا لطيف شو عملوا شغلات بغيبتك، عملوا شغلات بغيبتك. يا ريت بترجع وتشوف
قتلوا تيجيبوا سركيس، قتلوا ضد ريمون ادي واجا سركيس، وطلع سركيس بده لبنان يكون عربي وهني ما بدهن لبنان عربي، هاك كانوا هني مفهمينك، ووقفوا ضد سركيس ورجعوا قبلوا بسركيس وقبلوا بلبنان عربي. شو بعد فيه؟ طيب النظام بدهن يدافعوا عن النظام. ووقت كنت انت بعدك طيب كان بعد ما هر النظام، اليوم قد ما دافعوا عنه للنظام هر وكل شي هر، وصارت كل الناس مقتنعة انه هالنظام لازمه اصلاح، ولو ما صار اي اصلاح بالمرة مش معقول يرجع متل ما كان. يعني النظام اللي قالوا لك دافع عنه هني كمان صاروا يعترفوا انه فعلا لازم تصير الدولة حديثة ومتطورة ولازم يتعدل هالنظام. بس انت متت، صاروا يحكوا بالحديثة والمتطورة ويحكوا انه لازم يتطور النظام. يعني شو بدي اقول لك بعد؟ كذبوا عليك وما تآمروا على لبنان قد ما تآمروا عليك، لانك طيب ما بتسأل، لانك بتصدقن شو ما قالوا. بشرفي مش رح اقدر اشرح لك قديش عملوا اشياء بغيبتك، يعني لو بترجع اليوم وبتشوفن اكيد ما بتروح تقاتل معهم وتموت، لكنك متت شو بدي اعمل؟ ومش رح فيك ترجع تما تموت، مش رح فيك ترجع تشوف قديش هلأ بدهم يصرحوا ويحللوا ويبرروا ويزايدوا ويقولوا اشياء تيريحوا ضميرهم قدام الناس ويطبقون انك انت ما متت على الفاضي. بدهم يقعدوا يطبقوا العالم، والشغل الوحيد اللي معقول يكونوا طرحوها وتحققت وانتصروا فيها وبيقدروا يقولوها للناس هي انت. وفيهم يقولولن نحنا كان بدنا يموت فؤاد وهي مات فؤاد، يعني انتصرنا. طلع قرار بالكفور بمنع الجبن البلغاري من كل المحلات والدكاكين بالمنطقة الشرقية. ليش؟ لأنه الجبن البلغاري من بلغاريا، وبلغاريا داخلة بحلف وارسو، وحلف وارسو بتعرف انت شو حلف وارسو، يعني ما بدك مين يقلك هيدا تبع هودي تبعول الشيوعية. طيب وبركي في شي واحد بحب الجبن البلغاري ومش شيوعي؟ ما معقول بيحب الجبن البلغارية ومنه شيوعي؟ ما بيصير. كيف ما بيصير؟ ما أنا بعرف واحد منه شيوعي وبصف صف بالجبن البلغارية. يمكن يكون معك حق، بس بكل الأحوال إذا كان هذا صاحبك منه شيوعي بس كمان منه وطني، لأنه لو كان فعلا وطني وبيحب لبنان الأخضر مفروض فيه يأكل جبن خضرة. شو بتشكي الجبن الخضرة؟ هي جبن الخضرة ما بتشكي من شيء ابدا، يعني ممتازه جبن الخضرة. فترة مرق على طريق الشام كاميون تابع لنقليات المبادرة السورية. كاميون مليان عفش. كاميون تابع لنقليات المبادرة السورية ناقل نقل كبير من لبنان واخدها على الشام. وطريق الشام بتودي على الشام. قنصوا علي كتير، قوصوا علي كتير، بس ما صبوا وضل مكفي على طريق الشام. كاميون محمل من جميعه، متروس ترس غراض وكلاكيش، محمل كنبيات، محمل قطع غيار من سيارات مفككة، محمل نواب،
محمل جواسيس، محمل تريات من القنطارة، محمل عملاء رايحين مفجمين، محمل سجاد عجمي، محمل شاعر عنده قصيدة بتقول: شجرة شقت نسيمها أيا جرورا في الدرسوار عانقني عليلا عليلا عليلا. محمل الشاعر هو وقصيدته والجرور والدرسوار. كاميون محمل ملفات تحقيق بمقتل معروف سعد وبمقتل لبنان وبحادثة عين الرمانة. محمل وزارة البرق والبريد والرعد والشتاء، محمل حجار أرميد من الجية، محمل فنانين وفي واحد منهم واقف بين هالغراض وعم بينظم قصيدة على الطريق. يا سوريا عز قدام، يا أفضل صورة رسام، وما به الهلال الخير غير ما يمرق فوق الشام. محمل خشب صنوبر وتجار خشب صنوبر وغير صنوبر. محمل خارطة لبنان القديمة وملاعق فضة وشوك من كليمونسو. محمل برادات وتلفزيونات، وبواحد من التلفزيونات طالع صورة الأحدب عم يقرأ بلاغ رقم واحد. محمل صحون وبلاط وبيارق لبنانية وكرافتات. محمل صناديق وسكي وصناديق سيادة. محمل قروط موز من الدمور، ومحمل شباب من البقاع عالمز. محمل استنكارات كل شي في دول ضد التدخل السوري. محمل بنك سوريا ولبنان واخده من لبنان عسوري. محمل درفات بواب مسكات شبابيك. محمل عسكر سوريين استشهدوا بلبنان وما عرفوا ليش وراجعين يتسلموا لأهلهم إذا استرجوا أهلهم يسألوا عنهم. محمل الآلات الإلكترونية من المطار، ومحمل برقيات استغاثة من أهالي عكار والمتن وجزين كانوا معه من الأساس بالمجي وهلأ مرجعهم معه بالرجعة. محمل غسالات ووفود لتقريب وجهات النظر وحنفيات. محمل كاميونات لتحميل البضاعة. محمل معه حكومة بشامون ووضيع صبرة والفرقة اللي سجلت النشيد الوطني اللبناني. محمل سلامنا للشعب السوري اللي أكيد مش عارف شو عم يعملوا حكامه بلبنان وقاعد ومسكر عليه كل شي فيه حيطان سميكة. محمل تراكتورات وآلات تسجيل وقمصان وبنطلونات وفانيلات، ومكتوب فوق النمرة الورانية تبع الكاميون: راجعة بإذن الله. شو راجعة تعمل؟ راجعة تعمل نقلة تانية. بصرت بنومي منام غريب الشكل. أنا ماشي ببرية، ماشي وحدي وسكوت وكل الدنيا هادية وفي هوا ناعم عم بيسلحب بين الحشيش. الأرض يعني كلها حشيش هيك وأخضر وزهور برية لأنه بالبرية بتعرف انت. وهالشجر مفتح تقس عبكرة بكير، يعني الشمس بعدها ما طلعت والقمر عم بينزل عمهله ورا الجبل. الجبل صار وراي عيدك الشمال اذا وقفت هيك جنابي شوف ورا، وهالفراش عم بينطنط بين الزنابي، يعني شي بمجد الخالق بالفعل بالفعل. ودبور اسود عم بيوز شي حلو كتير، وفي نبع مي مارق وسلسبيل مارق من حده مارقين مع بعضنا مثل الأخوة، وعم بيخروا خرير يعني ما بيزعج أبدا ولا أنعم من هيك. إيه، وصرت ماشي ماشي وأنا ماشي والقمر يبعت مراسيل. وإذ بوصل على مطرح بآخر البرية ما عاد في شجر، وكشفت لك هالدنيا من فوق راسي، اطلعت قدامي طلع بوجهي البحر. حلو. بحر مثل ما هو. يا عادي. صرت قرب صوب الشط، وإذ فجأة بلمح شخص
واقف على الشط يعني داير ظهره هيك مش شايفني هو وعم سارق وسارد على البحر ما منتبه لحدا وهو ما في حدا يعني انا وحدي بس ما منتبه له هو مش شايفني انا شايفه قربت شوية اكتر لصوبه اطلع انا اشوف من هو هذا شو عم يعمل بالوقت هون هيك مين طلع يا معلم مين كريستوف كولومبوس كريستوف كولومبوس هو بذاته يا انا عرفته بس هو ما عرفني قلت له هيك اشاره انا مرحبا يعني هز براسه من بعيد بس فزع مني ما بيعرفني صرت اطلع انا تحاول اعرف عشو عم يتطلع بالبحر وقفت هيك شويه شفت ارض بعيده مثل كانه شي جزيره محملق فيها هو وصاب بكل اهتمامه عليها شلت لك هالنضور هي نضور ما معي نضور انا نسيت اقول لك ايه معي نضور انا من الاساس شلت هالنضور وصرت ناظر على الجزيره بينت علي بنيات طويله عاليه شي 100 طابق وطالع من بيناتهم تمثال حامل مشعل الحريه هيدي امريكا ايه ما هي طلعت امريكا هي الجزيره الامريكا طلعت. معروفه معروفه شفت كيف يا لطيف يا لطيف كيف مبيني عندها الصباح وطلعت لك بكريستوف كولومبوس واقف على الشط وسارد على امريكا شوي تهيأ لي انه عم ببشبش كلام على الواطي مش مفهوم قربت عليه اعطيت دينتي انا تفهم شو عم بيقول عم بيحكي على الواطي عم بيحكي وحده عم بيقرقر يعني شو كان عم يقول؟ والله ما فهمت مزبوط شو كان عم بيقول أنا لأنه مبلش الحديث قبل ما أوصل أنا بس اللي فهمته منه جملة وحدة أنا سمعتها مزبوط كان عم بيقول الله يلعن الساعة اللي اكتشفتك فيها هيك بالعربي كان عم يحكي؟ لا ولو ما إسباني هو إسباني طيب وكيف فهمت علي أنت؟ ما بفهم أنا ولو ليش شو معقول يقول عن أمريكا شي تاني؟ بتضلك تسب أمريكا وبتضلك تسب الإمبريالية الأمريكانية والاستعمار الأمريكاني والدولار الأمريكاني وكل شغلة بتصير بالبلد عنا بتقلي هيدي أمريكا وهيدي لعبة أمريكانية ونازل مسبات بأمريكا من فج وغميق وبنفس الوقت ما بتدخن إلا دخان أمريكاني شو قصتك؟ ضيفتك صناعة وطنية مرة مرضيت إلا بدك دخان أمريكاني وشو يعني؟ كيف شو يعني؟ هيدا تناقض يا معلم لأنه إذا أنت مزبوط ضد أمريكا أقل الإشي أنك ما تدخن دخان أمريكاني أنا بدخن أمريكاني بس أنت شايفني شي مرة أنا وعم دخن أمريكاني شو بعمل على المزبوط؟ شو بتعمل؟ أول شي بشيل السيجارة من العلبة وبولعها منيح وبدل مج فيها تتخلص فهمت كيف وشي انه تخلص بزت على الارض وبدعسها دعس دعس هيك دعوسي مزبوط وبفركها فرك باجري تتفرط على الاخر شفت كيف تبقى تطلع فيه مزبوط قبل ما تحكي ولا بعدنا طيبين قول الله